حرق بمجرد ما وصل إلى علمي أن هناك حريق في الغابة انتقلت مباشرة إلى أي مكان. الحمد لله الأمور تقريبا ما كانش شي خطر جسيم. المكان هذا قرب ملعب القرب مع ربوة المركز. مباشرة طوعت نقلت سائق ديال الشاحنة إلى مرأب الجماعة مشكورا لاتخاذ المتعين. أما كما كتشوفوا الشاحنة ديال الجماعة بوسائل الإمكانيات المتاحة ساهموا في إطفاء الحريق اللي هو امتد من المكان وطلع مع سميتو عبر الحشائش الجافة. الحمد لله شي باس ما كاين. هذا جزء الورش ديال ملعب القرب ومازال في طور الانجاز. ربما ان شاء الله غادي نديرو عليه شي فلوغ مستقبلا في القريب العاجل ما توفقت لي الظروف. الحمد لله الامور يعني خير وعلى خير، ما كاينش شي خطر اللي هو داهم. لكل اماكن اللي لاحظتو هو النيرة كتزحف على هذا. تم السيطرة على هذا الجزء هذا بشكل خطر، باقي ليه في الأمام. هناك مازال النيران شادة في الأعشاب الجافة أسفل الأشجار. هذه الأماكن هذا هو تم السيطرة عليها. الأماكن هذه هي تقريبا كلها الحمد لله ما كاينش شي خطر اللي غادي. شكرا للجماعة ديالنا.